بالعودة لإسطنبول وتصريحات أردوغان، ينضم إلينا مراسلنا هناك علام صبيحات. علام، دعنا في تفاصيل هذه التصريحات لرجب طيب أردوغان فيما يتعلق بصفقات التسليح وأنظمة تركيا الدفاعية. نعم لينا، أبرز ما جاء في كلمات إردوغان اليوم هو التركيز على ثلاثة محاور رئيسية. الأول هو أن تركيا ذاهبة نحو التفاوض مع الجانب الروسي في من أجل الحصول على دفعة ثانية هذه المرة من صفقة من صواريخ اس 400، بمعنى أن تركيا لن تتراجع عن الصفقة التي تمت حتى الآن والتي حصلت من خلالها على هذه المنظومة بالدفعة الأولى، ولكن أيضا هي تجري الآن عمليا محادثات مع الجانب الروسي من أجل الحصول على دفعة ثانية من هذه الصواريخ. في المحور الثاني قال إن هناك يعني خلافات عميقة بين الجانبين التركي والأمريكي من أجل متعلقة بعدم تسليم الجانب الأمريكي لطائرات F-35 الأمريكية، رغم أن تركيا بحسب ما قال دفعت أموالا طائلة للجانب الأمريكي من أجل الحصول على هذه الطائرة، ورغم أن تركيا شريك في مشروع إنتاج هذه الطائرة من جهة ثانية. وبالتالي هو قال إنه يأمل بأن تقوم إدارة بايدن باتخاذ خطوات مختلفة عما تم من خطوات في الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها إدارة ترامب، وعلى أن يتم بحسب ما قال تسليم هذه الطائرات إلى تركيا من إدارة بايدن الجديدة. والمحور الثالث هو أن تركيا لا تتلقى إذنا من أحد بحسب ما قال فيما يتعلق بقراراتها الدفاعية ومنظوماتها الدفاعية، وإنها لا تقبل بأن يتم يعني بأن يكون هناك إملاءات من حلفائها في الناتو، ويقصد هنا تحديدا الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالمنظومات الدفاعية. وفي هذا إشارة واضحة تماما عندما قال إنهم لن يتراجعوا عن صفقة اس 400، وإنهم يأملون بأن تغير الإدارة الأمريكية يعني موقفها المتعلق بهذا الأمر. هذا توضيح لأساسيات التعامل التركي مع الإدارة الأمريكية الجديدة، عندما قال أيضا إردوغان إن سياستهم ثابتة ولن تتغير فيما يتعلق بمنظومة اس 400. ومن هنا نستطيع أن نفهم أن الجانب التركي الآن يعول على تغيير الإدارة الجديدة الأمريكية الجديدة سياستها تجاه تركيا، وليس أن يغير هو سياسته في هذا الملف. شكرا جزيلا لك علام صبيحات مراسلنا من اسطنبول.